بسم الله الرحمن الرحيم مدحنا قرنكا ابنها قلياشا مدحنا حسبية قرنكا ابنها كلاي مدحنا الدولة دي كمتكا مدحنا قميتكا قلياشا أبوانا ذا إيا أمد أولا وحاليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاندكو سلام يا سلامتي إسلامك وحن في هذا الوال وديني مدح بدل نواها داي وح بدل أمك ما أرنا يوم لكن س والوح عن سكوتيا إنت عن قاسم كحسوستين عند هذا ورت مدو شم بخران إيه عن سكو ودنمي مدح را يا حرون تن قولت إيه بركيسن شغال هذا ورفافين تي ورباهين تا دمان ينور ما حد نقيا مركان إنت هك سو دوبون سلام تامر كان كل جبهة هذه عن وحنا سنقار وهم هذنا قيال وراقب بوجن مختار إبراهيم محمد قاسم وهو هانين أف جابن وأخلاق بدن أوه وفير سدا قف مذكرة ميل فوق وحكة قرطة كنا هلالية سويال كنورشة قاسم وهو قف عادية وأنسك وينين ذاتك عادية سوغان تقاسين هدايرة ثابتو وحو حانين عرية هسها يقبا يدبا انت بدن وحو إلهي هبقو سيي فرش حنمادة غورت وفالكين ايو فرسما احان تدعية قبا يدبا وحو عجيب كوها هلستة هما قبروح دا بدن اي قبا يديسة لغو جعلانو قاسم وحو قبايا بدن قبايا بدن كغا سوعنا وحا هاي هيليبين تسوغانتا مركو قباي ترين ايو هيليبين تيسا ايا غير عادي اها ايو اميل ايو اميل ديدا عدونيد ريادا ومقالهان قادنا ايو ee garaad ka soo jiidanaya waaya aragnimo ahaan qasin wuxuu waxaad moodaysay marka uu wax curinaayo in afkiisu sida uga soo baxayaan isla markiiba in uu meel ka akhriyaayo iyadoo uu golof kafuulkana ku wanaagsanaa qasim suugan ahaan wax badan buu cadeeyay wuxuu ahaa nin ku halcad oo aan la cabsoonin marka inuu taariikhda gabaydiisa dib u eegno دولة كستا سعد بولها دشري إلا تي محمد سياد إلا تي كلامه قاسم أنا قوم جدا نسبر أنا يرضى قونها وحاي هاي لحدن يسدي دي مركان أرضى دا هاي محمد موج جبي يديسة كله غين شري لكن إذا شخصيا أنا وحاي نسقون نمي إلا تنضبط النادي مركي دمر آد بان نسقون دوين بريجي دمرنا وحاي حسوس تا قاسم gabay markaan dalxiiska joogay oo tiriyay oo buuga ku yaala oo la yiraahdo ragii gariga gowracay laxdana oo gabanayay waxa jiray gari la soo helay oo la isla dhoofiya dibadda waa la soo qabtay dadana dalxiiska la keenay hargeysa kilaab aan ku haynay waa la kabay markii la kabay ayaa garigi dambeysu daaqaya markii horena harimacad baan nooga horeeyo laydhka naga dilay dambeysa garigi waa soo nimankii aanu ka soo qaadnay intay salaad hore yimaadeen ayay garigi gowracayn dabeetana waxay sheegeen waxaan aan baarka oo dhimanayaanu igun nimeyo waanu biraawnay ee raali ahow waa hagaagi qaato haragina way qaateen qasim subaxda wixii dhacay oo dhan meeshu ku soo kala hubu ogaa laakiin samu sheegeen allah uu naxariistay maxamed kaariya samatar waxa garanaya rag badan oo reer geysa ahaa wuxuu ahaa nin ciyaartooya wuxuu adeer u ahaa barxad محمود سفير كيتوبيا إنه جوجا كفجاك سفيرك محمد كاريا وحوي كان يلح شن لقاض له دب سنة لحد ما نهرجيس كلام كنا مركو لحد يا أركي أيو قاسم وحو حسوس تقصة ذي هراء دب سنة جوي بكتري ولا يرجي جرجا جورع لحدنا وهو كبرنا يا أنا كان لي في بيت ستان يجا مسيري تاني والقاسم رأيت ورب حد الشيء قوي قول وارح شو هذا إنه ما كان نلعب على كم هذا اللي بيقولي قاسم أروح شخصيا أنت عن كم قريب قبايو شخصيا هان وحكم إذا هاد قبايجي أها
أنك يا سومالي دي ساك سومالي دو حكنا نور ساك ملح جابي ما أنت ناس العيد وقت مسام حد ماله وحن كلاك هم قاسم جابي بتشبوت كل هاد لاي ولا هولار كي تشبوت يو بخيجة كرسية وكو جوتشو كاها عن مرخاتي كاهاي قاب بروس سمين يي يسدو خلابوري كأنت إذا كجوري إسلو ترني مرقنا ما جودين إنه فكر أيوه وحنا إيجي يا بيتنا جماعة وسمينا يو يو هالمعدد اللي هي وحن كلاك قرية قبل جرها هرجيسا أنا كهردي الله جماعة هيستنى قاسم وحن كرولها قبل يا كفتنا أو آدم بدن وحن حسوس تعالوا ونحن استنسي محمد عبد الرحمن لجوي قبل يسوي ترتين وها يسوي وهو وحن نهاي وحسم دعماني وحن قاسم لها قبل يا بدن وكفتنا أو أورك بدن كل كفتماي قاسمو حكا قيب غلاي مانسا دي دي لي جاهي مانسا دير بو قوي كتالا او رها دبنا يا وحلو عران دعانا ويقا فاتحو تو رها بغر دالي ناچلا رك با دي لسي موتا دو غن ركتو او دالي كدر دي ريبا نعي فلا دعا لوين او دان ناسي بادن با نعي وحو رها مرتي مركاد اكتو اما هيسا هان نغطو اما قبايبا هان نغطي تو سالا هان buuga waxay noogu qoran gabay galayna waxaan ahay macaan iyo qaraar meel ku wada yaalay hadduu gabayagu halka ka bilaabi lahaa oo la waxaan ahay macaan iyo qaraar meel ku wada yaalay kumaynu qancaneen balakiin sidoo inoo qanciyay inoo ogolaysiiyay eeg dacartuba marbay malab dhashaa oo moodsataa dhabagay marka waxaynu qiraynaa in dacarta qaraar malab ka baxo haye aniguna waxaan ahay macaan iyo qaraar meel ku wada yaalay wuxuu ina ogolaysiiyay markaa isla markiiba inuu yahay macaan iyo qaraad labadaba uu noqon karo laakiinse hadaan u tuduca hore ka horeysiin lahayn dad badani may fahmeen tuducyada qiimaha leh ee aan la ilaabi karin waxa ka mid ahaa noolaatayidii diiladii naxashka saarayde waxay u dhigantaa gabaygiinna nuur fadal ee uu lahaa ka laxiiba baan leeyahay iyo laabta xushada ee gabaynimada lagu siiyey yidi diiladii oo noolaatay oo haddana xashkii ka soo toostay wuxuu leeyahay baydka kaleen xasuusanay waxa weeye kulaha gara oo noloshu gabigeedu waa golo ciyaareed ee go'aankeedan waa sheekadan oo guurta oo gelisa taariikhda caawa waynu wada joognaa waa sheeko laakiinse sanadka bacdi waxay noqonaysaa taariikh gara oo noloshu gabigeedu waa golo ciyaareed ee go'aankeedu waa sheekadan oo guurta oo gelisa taariikhda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ragga ka soo qayb qaatay ururintiisa qoraaga aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa nimanka maalgeliyay dr cabdiraxmaan iyo aadan xaaji aadan ba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waayo xil weyn bay naga furteen waxaan aad ugu mahadnaqayaa cid kastoo ka soo qayb qaadatay marti sharafta ka soo qayb qaadatay iyo qaybaha warbaahinta ee goobjooga qaasim haddaynu isla ka sheekee caawano kama dhammaanayno laakiinse wuxuu ahaa isaga iyo raggii la midka ahaa ee cabdi iidaan ka mid ahaa ee anigu soo gaadhay ee muuse ayaa ka mid ahaa ee uu ka mid ahaa guhaan cabdikaad rag badan oo aan gabayaaga ku soo gaadhay ilaahay hawada naxariistee waxaa abu cali xaashi ka mid ahaa ilaahay naxariis janna hawada siiyee mid kastaba tudciisa waad yaabaysay qaasibna fuulaadka raggaasu ahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu